السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي متابعي قناة المعلومة تي في. إن كنت مهتما بأخبار التعليم والدروس وتصحيح الفروض المحروسة فأنت في المكان الصحيح. ما عليك إلا الاشتراك بالقناة حتى يصلك كل جديد، ولا تنسى أيضا تفعيل الجرس بطبيعة الحال. دونك أصدقائي، دائما الجديد ومستجدات التعليم بطبيعة الحال. تكون شفتوا كنا درنا واحد الفيديو على توقيت رمضان، وكاين بعض الاصدقاء اللي ما فهموش مزيان، دونك انا غنعاود هذا الفيديو هذا وغادي نشرحه بالتفصيل، وكاين معلومات مهمه. داكشي علاش خليك معايا حتى لاخر الفيديو باش تفهم هادشي مزيان وما توقع حتى في شي غلط، وتكون تمشي من هنا فاهم التوقيت ان شاء الله. لان بقى لنا ان شاء الله الاثنين ان شاء الله، يعني الثلاث ولا الاربع كما كنقولوا، يقدر يكون رمضان ان شاء الله، يا اما الثلاث يا اما الاربع. دونك باشركم مبروكه مسبقا. واصدقائي دائما ما تخرجوش علينا بالضغط على زر جيم، وايضا يعني واحد التعليق محفز من اجل الاستمرار. دونك بالنسبه للصف الابتدائي، بما ان الاصدقاء اللي عندنا في القناه فهما من متتبعي، يعني من يا اما الثانوي الاعدادي يا اما الثانوي التاهيلي، داكشي علاش اصدقائي اولا غادي نطلب منكم في تعليق غادي تقول لي نتايا يعني واش اعدادي ولا ثانوي تاهيلي، باش نعرف يعني المتتبعين ديال القناه ونحاول نمشي على على حسب الاغلبيه ديالها. دونك تال تعليق المشاهد، كتب لي في التعليق واش انت كتقرا في الاعدادي ولا في الثانوي التاهيلي. مزيان. دونك بالنسبه لنا عندنا هذه الجدوله هذه، وهي خاصه بطبيعه الحال ايام الاسبوع باستثناء يوم الجمعه. مزيان. دونك نمشيو دق دق، يعني شنو كنقصدوا هنايا؟ الاثنين الثلاث الاربعاء الخميس والسبت، السبت داخل الجمعه هي اللي ما دخلش في هذه الجدوله هذه، ومن بعد غادي نشرحوا الجمعه بوحدها. مزيان. دونك الحصة الأولى كنا كندخلو مع 8:30، غادي ندخلو مع 8:40. الحصة الأولى شحال فيها؟ من 8:40 حتى 25 فيها 45 دقيقة، كندوزو في فترة الاستراحة 5 دقايق، ثم 9:30 10:15 الحصة الثانية، ثم من بعد الاستراحة ديال 10 دقايق، ثم الحصة الثالثة من 10:25 ل 11:10. يعني انت اللي كنت داخل باش نفهمكم مزيان، الا كنت داخل مع 8:30 غتولي تدخل مع 8:40، ولا كنت داخل مع 10 غتولي تدخل مع 10:25. دونك 10:25 خصك تكون في القسم، يعني صالات الاستراحة خصك تكون في القسم. مزيانة هادي، حتى كاين الأغلبية غادي يقول لا راه غادي يتلف، اللي داخل مع 10:30 غادي يتلف. دونك هنا لأن نورمالمون في الأوقات العادية 10:35 كنكونو في القسم، دابا لا، دابا 10:25. وموراها الحصة الأخيرة اللي غادي نخرجو فيها مع 12، يعني كنا كنخرجو مع 12:30 غادي نقولو نخرجو مع 12. مزيان. هادي بالنسبة ديال الصباح. أجي سيدي العشية، إذا كنت فاش كنا كندخلو مع 2:30 في العشية، دابا غادي نوليو ندخلو مع 12:30، نفس الشيء 45 دقيقة. ولا كنت كتدخل مع 4:30 غتولي تدخل مع 2:15. فمن قوس داخل مع 3 غتولي تدخل، كتدخل مع 3:30 غتولي تدخل مع 21. لأن في التوقيت العادي كنا كنخرجو مع 6:30 الحصة الأخيرة، دابا غادي نوليو نخرجو مع 3:50. فاهمين؟ دونك الحصة الأولى مع 12:30، الحصة الثانية مع 1:30، الحصة الثالثة مع 2:15. هنا كنسطر على هادي، إلا كنت كتدخل مع 4:30 غتولي تدخل مع 2:15. مزيان. دونك هذه بالنسبه للحصص، قلنا من الاثنين الثلاث الاربعاء الخميس، الجمعه ما داخلاش والسبت داخل. مزيان. بالنسبه هنا واحد الملاحظه مهمه، داكشي قلت لكم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. بالنسبه للمؤسسات الثانويه الاعداديه والتاهيليه التي تشتغل بين الفتره الصباحيه والمسائيه، فيمكن ان تنطلق الدراسه بها ابتداء من 8:30 الصباح. مزيان. هنا شنو كيقصدوا هنايا التي تشتغل بين الفتره الصباحيه والمسائيه؟ يعني كاين شي مؤسسات اقلال اللي كانوا كيستعملوا ما بين، كيخدموا ما بين 12 و2، كاين شي اقسام كيدخلوا او شي مؤسسات اللي كيخدموا ما بين 12 و2، هاد هما المؤسسات اللي كيهضروا عليها. دونك الاغلبيه هادو هاد الحالات استثنائيه. نمشيو للجمعه. بالنسبه ليوم الجمعه، الا كنت داخل هنا 8:30 بقات كما هي، الحصه الاولى مع 8:30، إذا كنت كتدخل مع 8 ساعات كتدخل مع 8:30، إذا كنت كتدخل مع 10:30 غتولي تدخل مع 10:15،
ولا كنت كتدخل مع 11 شونس غتولي تدخل مع 11 خصم. دونك هادو الدخول هو اللي الاغلبيه كيلقى فيه مشكل هو الوقيته ديال الدخول. دونك الحصه الاولى مع 8 ونص نهار الجمعه بقات كما هي، كتقرا 4 ساعه 45 دقيقه وموراها 5 دقائق العربي. العشيه نجيو للعشيه نهار الجمعه في العشيه. دونك الجمعه في العشيه مع شنو كندخلو؟ مع 3. دابا غنوليو ندخلو مع الوحده 40 دقيقه. ملي كندخلو مع 3 غنوليو ندخلو مع الوحده 40 دقيقه. والحصه الثانيه مع 2 ونص، والحصه الثالثه يعني اللي كان كيدخل مع الخمسه، اللي كان كيدخل مع الخمسه غادي يولي يدخل مع 3 و 25 دقيقه. دونك هذه بالنسبه للخلود بطبيعه الحال الحصه الاخيره فهي غادي تكون مع الخمسه. كما تجدر الاشاره لانه يمكن هذه خاصه بالمؤسسات، يعني يقدروا بعض المؤسسات يقدروا يديروا داكشي على حساب اللي يصلح لهم هما. كما تجدر الاشاره لانه يمكن تكييف هذه المعطيات حسب الخصوصيات المجاليه لكل جهه مع احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم، يعني على حسب البوادي وعلى حسب المؤسسات اللي فيهم صعوبات. وعليه فاني اطلب منكم اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنزيل التدابير الوارده. دونك هادشي اللي كاين في هذا دابا، راه هادشي كنضل نشرح لكم كلشي بالتفصيل. هادشي اللي نقدر نقول في هذا الفيديو، وما تمشيش قبل ما تخلينا الاثر ديالك في التعليق، والى فيديو اخر باذن الله.